المسبح النصف الأولمبي بحي أدريان بولاية تمنغست يعتبر من بين المسابح التي يرتادها الشباب كل يوم هروبا من نفحات الشمس الحارة، كما يعد متنفسا لهؤلاء الشباب. نجو نعوموا هناك اليوم في لابيسين سخانة برا ياسر، نجو هناك نعوموا نبردوا شوية على رواحنا ولاباس لابيسين نضيف. نشكر الدولة على هذا لابيسين اللي خاطر فتحوا لنا وداروا فينا مزية باش نجو نصيفوا هنا ونبردوا. هذه حاجة مليحة دارت لنا الدولة هنا في تمنغست بيسين خرطنا فيه قاع والله نديروا صيافي هنا نسبحوا الحمد لله هنا نبحروا هنايا ونصيفوا له هنايا والله. وكان اللي يخرج تل وكان اللي ما يخرج، واللي ما يخرج انا في تمنغست نجي بحر هنا صيف على روحه السخانة هذه نقص على روحه الحر. بالنسبة لما ضفت لنظافة المسبح أعطيه تقييم 10 من 10، وبخصوص الحراسة فهو جد آمن بتوفر الطاقم الحارس هنا. ولتنشيط الحركة الرياضية بالولاية سطرت مديرية الشباب والرياضة برنامجا ثريا ومتنوعا لفائدة شباب المنطقة طيلة فصل الصيف. نتمنى من أولياء الأمور إن شاء الله كانوا يشوفوا في الفيديو هذا يزيدوا يسجلوا أولادهم على مستوى النوادي الرياضية السباحة باش على الأقل يعطوا دفع للولاية في هذه الرياضة. عندنا الإقبال في كل الجنسين، الجنس الذكري والجنس الأنثوي، عندنا من الزوز يوميا من السبت إلى غاية الأربعاء، والحمد لله على كل حال من اللي فتحت الإقبال كان في المستوى يوميا من اللي فتح الحمد لله، وكان كما راكم تشوفوا دروك إقبال في المستوى، وماذا بينا حاجة واحدة يستحفظوا عليها. مثل هكذا مرافق رياضية من شأنها تمكين الشباب من قدراتهم الرياضية وممارسة هوايتهم المفضلة السباحة.